وقل رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الشابتر ده هيكون شابتر 12 اللي هو بيتكلم عن 3 phase systems. 3 phase systems. طيب بداية إن شاء الله أنا هشرح شوية حاجات كده مفاهيم بسيطة وبعد كده هنبدأ في الشابتر عشان يعني تكون فاهمين الأساسيات بشكل عام. تمام. طيب أول حاجة عندي عشان تعرفوها قبل ما ندخل على 3 فيز, أول حاجة إحنا دايما في السيركت بيكون عندنا حاجة, يكون عندنا السورسز. تمام. ومن السورسز دي طلع أسلاك مثلا ووصل اللود. تمام. في أي سيركت حتى من سيركت 1 يعني بتلاقي مثلا سيركت عندك فور اكزامبل حاجة بالشكل ده, عندك السورس متوصلة بسلك او مجموعة اسلاك ومتوصلة لللود بتاعك سواء كان ريزيستور او امبيدنس او اندكتور كاباسيتور واتيفر. تمام. طيب دلوقتي احنا كنا لغاية دلوقتي في سيركتس 2 وسيركتس 1 خدنا بس اما كان السورس هنا عبارة عن سنجل فيز. يعني سنجل فيز معناها ايه؟ معناها مثلا اقول لك والله السورس قيمته مثلا 100 فولت فيز 5 او فيز 50. تمام. او مثلا 90 فيز 20 whatever رقم واحد, بس الفيز رقم واحد. تمام. طيب دلوقتي عندنا في الثري فيز سيستمز بدل ما نستخدم سورس واحد, تمام, بدل ما نستخدم سورس واحد هنستخدم 3 sources. اوكي. بدل ما سورس واحد هنستخدم 3 sources, وبدل ما نستخدم لود واحد هنستخدم 3 loads. اوكي. ده هتعرفوا اهميته لما تيجي تقروا الكتاب, هتلاقي ان لما نعمل نحط 3 sources بشكل معين بترتيب معين يعني specification خاصة, هتلاقي ان في حاجات تبقى سهلة جدا تتحسب وهيكون مور ايكونوميك, يعني هيوفر لك باور كويس جدا للسيركت بشكل عام. الباور هيكون ستيبل, انستنتينيوس باور اللي احنا خدناه في شابتر 11 هيكون ستيبل, مش هيكون بلسيتنج وبيتغير مع الوقت, هيكون ثابت. وطبعا كل الشركات يعني انت دلوقتي في بيتك كل الكهرباء اللي بتجيلك بتجيلك بالشكل ده بالتلاتة فيز. تمام. طيب هنا هاجي بقى اوضح الجزء ده. دلوقتي عندنا سورسز وخطوط, خطوط النقل دي اللي بتنقل الكهرباء زي الخط ده, وعندنا اللودز. تمام. طيب دلوقتي عندي الثري فيز سيستمز, ثري فيز سيستم. ثري فيز سيستم ما يعني ايه؟ معناه ان السورسز, ان السورسز اللي هنا هي عبارة عن 3 سورسز. تمام. زي ما احنا عارفين 3 سورسز. طيب اللي بيميزهم ايه بقى؟ بيميزهم التلاتة سورسز دول هيكون عندهم سيم ماجنتيود. تمام. يعني مثلا سورس رقم واحد القيمة بتاعته 50 مثلا, 50 فيز 0, فالتاني قيمة السورس التاني هيكون برضو عنده نفس الخمسين دي, والفيز التالت هيكون عنده نفس, كلهم عندهم نفس الماجنتيود. تمام. حاجة تانية بيكونوا out of phase, out of phase 120 ديجري. تمام. يعني مثلا نفترض ان السورس اول سورس مثلا 50 مثلا فيز 0, تاني سورس هيكون 50 فيز 120, تالت سورس مثلا يكون 50 فيز ناقص 120. فاهم؟ كل واحد بعيد عن التاني ب 120 ديجري. اوكي. طيب ده من ناحية السورسز. اوكي. دول السورسز. طيب نيجي بقى لللودز. التلاتة فيز لودز, اللودز هيكونوا لودز هيكون عندهم حاجة واحدة بس, same
يعني سيم ماجنتيود او سيم مثلا كوانتيتي. يعني عندك اول لود مثلا قيمته 5 - 10 جي، تاني واحد هيكون نفسه بالظبط 5 - 10 جي، تالت واحد هيكون 5 - 10 جي، لازم التلاتة يكونوا ايدنتيكال. تمام. طيب فاحنا دلوقتي خدنا اللي عند التلاتة فيز السورسز بيكونوا لازم عندهم سيم ماجنتيود لازم. تمام. تاني حاجة هيكون عندهم اوت اوف فيز ب 120 ديجري. اوكي. واللودز هيكونوا عندهم سيم كوانتيتي. طيب نبدأ نشوف بشكل اوضح ازاي اقدر اوصل السورسز. احنا قلنا هنا احنا هنوصل السورسز بشكل معين واللودز بشكل معين. اللودز والسورسز ممكن يتوصلوا. هشوف اول حاجة السورسز ممكن يتوصلوا ازاي. السورسز بدل ما نوصلهم بالشكل ده، بدل ما هو واحد بس ونوصل له واحد مثلا ان سيريز والكلام ده، لا، السورسز هيتوصلوا بحاجة اسمها واي كونكتد ودلتا كونكتد سورس. اوكي. واي كونكتد سورس، دلتا كونكتد سورس. يعني ايه واي كونكتد سورس؟ واي كونكتد سورس يعني عمل بالشكل ده كده بالظبط. تمام. ايه اللي انا عملته ده؟ عملت سورسز، ده الشكل اللي بتاع التلاتة فيس سورسز بيكونوا بالشكل ده. هشرح دلوقتي بس هحط كل حاجة. طيب هنا ايه؟ هنا بي ناسي. اوكي. طيب اللي انا عملته ده ايه؟ حطيت تلاتة سورسز. تمام. حطيت تلاتة سورسز، بس شوف الشكل بتاعهم عامل ازاي. كلهم الموجب لبره. تمام. والسالب لجوه. السالب ده هنسميه نيوترال. السلك ده كله اللي بين التلاتة اسمه نيوترال. تمام. هنشوف فوائد النيوترال ده بعدين، بس خليك معايا دلوقتي. تمام. طيب اوكي. يبقى انا دلوقتي عندي تلاتة سورسز. تمام. اول حاجة سورس هسميه VAN، تاني سورس هسميه VBN، تالت سورس هسميه VCN. اوكي. طبعا الاسامي دي جاية منين؟ جاية منين؟ عشان عندي VAN. احنا دايما لما نيجي نقول مثلا VAB for example، VAB ال A بترمز عند الموجب وال B عند السالب، صح؟ من circuits one. فأنا دلوقتي عندي سورس ال VAN معناه ايه؟ الموجب عند ال A والسالب عند ال N. يعني الفولتج اللي هنا، الفولتج بتاعت السورس ده عبارة عن VAN، الفولتج بتاعت السورس ده VBN VCN. تمام. طيب دلوقتي ال VAN بتكون قيمتها بيكون ليها ماجنتيود رقم معين، for example 50 اي حاجة. تمام. وفيز ال VBN برضو بتكون نفس القيمة 50، والفيز بس الفيز بتاعها هيكون بينه وبين ده 120. تمام. ال VCN برضو هتكون 50 وفيها فيز، وهتكون بين ده، هتكون بين ده وده 120، او ده وده 120. تمام. فمثلا لو افترضنا، ولا اخلي الافتراض بعدين، المهم دي مفهومة كده. طيب تمام. يعني ممكن نسمي مثلا ثيتا، ثيتا مثلا ماينس 120، ثيتا مثلا بلس 120 او ماينس 240. تمام. هنيجي للجزء بتاع الفيزز ده بعدين، بس المهم الشكل كده يكون واضح. طيب هنيجي للدلتا كونكتد سورسز. دلتا كونكتد سورسز بتكون عاملة ازاي؟ دلتا كونكتد سورسز يعني بيكون السورسز بالشكل ده كله، بيكون الدلتا كونكتد سورسز بتكون بالشكل ده. تمام. ده عندي اول حاجة السلك ايه، نفس السلك ده بالظبط. وبعد كده عندي هنا سلك بي، وعندي هنا سلك اسمه سي. اطلع اسلاك منهم حاجة بالشكل ده.
وادي كده بلس ماينس بلس ماينس بلس ماينس، تمام، بيكونوا حاجة بالشكل ده بالظبط كده. طيب هنا السورس ده بين الـ A والـ B صح، فمعناه ايه؟ الموجب فين؟ عند الـ A والسالب عند الـ B، فالسورس ده اسمه VAB. السورس ده بين الـ B والـ C، الموجب عند الـ B والسالب عند الـ C، فهنقول VBC وهنا VCA، تمام. دول برضو عندهم قيمة معينة، مثلا 50 أو 10 whatever phase. هنا 10 phase، 10 phase، اوكي تمام. هنيجي طبعا للفيزز بعدين، انا مش عايز اتكلم في الفيزز غير بعد ما اخلص الكلام ده كله، تمام. طيب دلوقتي هنيجي لكلام لحتة الفيز بقى. طيب هنا بقى الفيزز، عشان اعرف الفيزز هنا كام وهنا كام وهنا كام، او هنا وهنا وهنا، عندي حاجة اسمها عندي positive sequence، positive sequence و negative sequence، negative sequence، تمام. positive sequence بنرمز لها ال ABC، negative sequence بنرمز لها ال ACB، تمام. طيب دلوقتي يعني ايه positive sequence ويعني ايه negative sequence؟ positive sequence ABC تمام، معناها ان الفولت سورس ده اللي هو ال AN، تمام، هي بترمز لايه؟ بترمز ل ABC. يعني ABC بالشكل ده معناها ان ده هو الريفرنس بتاعي، مثلا قول صفر، تمام، صفر او 20 او whatever. البي هيكون بعده بمية وعشرين، يعني ناقص 120، تمام، والسي هيكون بعد البي ب 120 كمان، يعني هيكون ايه، ناقص 120 ناقص 120، يعني ناقص 240 او زائد 120 وتقدر، تمام. يعني مثلا لو انا عندي sources، مثلا لو قال لي والله ال VAN هو عبارة عن 50 فيز 10، تمام، وقال لي positive sequence، هعمل ايه؟ هقول والله ال VBN هي عبارة عن برضو 50، تمام، بس البي ان البي بعد الاي ب 120، ناقص 120، فاقول 10 ناقص 120، والفي سي ان هي عبارة عن 50 برضو 10 ناقص 120 ناقص 120، تمام، بالشكل ده. يعني ده اول حاجة، التاني ناقص 120 بعديه ب 120، التالت بعديهم ب 120 كمان، تمام. الكتاب ساعات بيمثلها بالشكل ده، بيعملها كده، بيعمل لك هنا VAN، بعد كده هنا VBN، هنا VCN. positive sequence يعني اللي انا بمشي كده، VAN ال VBN بعده ب 120، يعني minus 120 عشان بمشي clockwise، بمشي clockwise بعمل negative، فال VAN هي عبارة عن VBN ناقص 120، تمام. بعد كده CN هي عبارة عن VBN ناقص 120 أو VAN بلس 120، تمام، أوكي. طيب يعني ممكن برضو ال VCN هنا اكتب 50 10 زائد 120، الاتنين دول هيكونوا زي بعض، قيمة الاتنين دول هتكون زي بعض، تمام. دي البوزيتيف سيكونس، تمام، اللي انا بمشي كده ABC، تمام. طيب نشوف مثلا النيجاتيف سيكونس، نيجاتيف سيكونس، نيجاتيف سيكونس بمشي كده،
ده الكتاب بيمثلها بالشكل ده. for example هنا ال VBN، هنا ال VAN، هنا ال VCN. هنا العكس بقى، هنا ال VAN هنا، تمام. الرسمة مش واضحة، والمفروض دي تكون مايلة كده زي بالشكل ده عشان يكون الفرق بينهم 120. بس المهم يعني ده برضو بيكون الريفرنس بتاعي مثلا 0 او 10 او whatever، بس هنا السي بعد الاي ب 120، هنا البي بعد الاي ب 120، فده الفرق بس. فمثلا لو قلت لك والله البي ان هي عبارة عن 10 فيز مثلا 20، البي ان اللي هنا او السورس البي ان اللي هو ده هو عبارة عن 10 فيز 20، يبقى على طول ال في بي ان هي عبارة عن 10، تمام. ال في بي ان هنا اهي، فايه بلس 120، يعني 20 زائد 120. وال في سي ان هي عبارة عن برضو 10 اللي هنا، بس 20 ناقص 120. ده الفرق اللي بينهم. ممكن تشوف لو عايز لو عايز تشوف الفرق، هتلاقي ان هنا في، هنا عندك اي سي بي، اي سي بي ماشية بالشكل ده، هنا A B C، ده بنسميه negative sequence وده بنسميه positive sequence، تمام. طيب برضو الكلام ده بينطبق على الدلتا بنفس الشكل، يعني بالظبط نفس الشكل برضو ال V A B هنا وهكذا. هنشوف أمثلة عليه إن شاء الله. طيب دلوقتي انا خدت البوزيتيف سيكونس والنيجاتيف سيكونس، يعني اللي انا كاتبها في المثال ده ايه؟ انا كاتبها كده في المثال ده، ده بوزيتيف سيكونس اي بي سي، مثلا ثيتا، ثيتا ناقص 120، ثيتا زائد 120، ده كده اي بي سي، اي بي سي سيكونس، اوكي. طيب بعد ما خلصنا الفيس سيكونسز، تمام، اللي هي بترمز لدول او لدول، نعرف الفرق بينهم كام ديجري والكلام ده. دلوقتي هنشوف اللودز، اللودز ممكن تتجمع ازاي. احنا خدنا اللودز، خدنا السورسز ممكن تتجمع واي ودلتا، وخدنا السيكونسز بتاعتهم. دلوقتي هنشوف اللودز، اللودز ممكن تتجمع برضو بطريقة الواي، واي بطريقة الدلتا، دلتا، تمام. ازاي تتجمع بطريقة الواي؟ برضو بنفس الشكل بالظبط، عندي لود ولود تاني، حاجة بالشكل ده، والدلتا بتكون برضو نفس السورسز، بيكون عندي كده كده كده، حاجة بالشكل ده، تمام. طيب ممكن تقلب اي حاجة، ممكن تسميهم مثلا Z1 Z2 Z3، المهم التلاتة بيكونوا نفس بعض. يعني ده مثلا لو 5 ناقص 10 جي، هنا برضو زي ما خدنا 5 ناقص 10 جي، 5 ناقص 10 جي. لو ده 20 بلس 2 جي، يبقى ده 20 زائد 2 جي، 20 زائد 2 جي، كله نفس بعضه، تمام. هنا الاسلاك طبعا بتطلع من المنطقة دي، المنطقة دي، والمنطقة دي، تمام. طيب وبرضه اول سلك اللي هو فوق بنسميه ايه وهكذا، يعني السلك ده ممكن كمان تسميه بي، والسلك ده سي، وهنا كمان ممكن تسمي ده سلك ايه، سلك بي، سلك سي، تمام. بس كده. طيب كمان بعد ما عرفنا التوصيلات بتاعتهم اللي ممكن يتوصل واي وممكن يتوصل دلتا، الكتاب كاتب لك بيقول لك والله لو انت عايز تحول، لو انت عندك مثلا توصيلة بالواي وعايز تحولها للدلتا، في قانون بنستخدمه من شابتر من سيركتس 1 بيقول لنا الزد دلتا، تمام. الزد دلتا لو عايز مثلا متحول من دلتا الواي مثلا، بتقول زد دلتا، تمام، اللي هي اي واحدة في دول 20 مثلا زائد 2 جي، هي عبارة عن 3 زد واي، تمام. فدي بالمعادلة دي ممكن تعرف على طول الريليشن بين الزد دلتا والزد واي، لو عايز تحول يعني من لود
انه يكون واي تحوله لدلتا، ومن او من لود دلتا تحوله لواي. تمام، هنشوف قريب ان شاء الله ازاي نقدر نعمل الكلام ده. تمام، طيب في حاجة دلوقتي مهمة. طيب احنا دلوقتي عرفنا ان السورسز ممكن تكون واي او دلتا، واللود ممكن تكون واي او دلتا. تمام، طيب يبقى ده دلوقتي انا عندي 2 و2. تمام، يعني عندك 4 محاولات، يعني عندك 4 اشكال ممكن ينتجوا. ممكن عندك يكون عندك السورس يكون دلتا واللود يكون واي، او مثلا السورس يكون دلتا واللود يكون دلتا، او ان السورس يكون واي واللود يكون واي، او يكون عندك السورس واي واللود عبارة عن دلتا. بأي شكل يبقى انت عندك 4 طرق. تمام، في الحقيقة عندك 4 طرق ممكن توصلهم ببعض. يتوصل سورسز معمولين بشكل دلتا توصلهم بلود معمول واي، يا دلتا دلتا، يا واي واي، يا واي دلتا. تمام، هبدي طالما انا رسمت الاتنين اخليكم تشوفوهم. مثلا لو انا عملت حاجة زي دي كده، تمام، لو انا عملت حاجة زي دي كده، اوكي، هي مش واضحة اوي بس المهم يعني كده عندك واي وعندك واي، صح؟ يبقى ده واي واي كونكشن. مفروض ده بشكل عام يعني واي واي كونكشن يكونوا بالشكل ده. عندك واي واي، الاتنين هيتوصلوا ببعض، البي بي البي والسي بي سي. تمام، طيب لو مثلا عايز واي دلتا، واي دلتا يعني انا هعمل حاجة زي كده، واي دلتا كونكشن هيكون بالشكل ده. يكون عندك واي دلتا كونكشن، الواي موصله هنا، البي بي البي برضو، والسي بي سي هيكونوا بالشكل ده. ده واي دلتا كونكشن. بعد كده مثلا لو عايز اقول دلتا واي كونكشن، دلتا واي كونكشن هيكون بالشكل ده. عندك السورس دلتا واللود واي، تمام، برضو الاي بالاي، البي بالبي، والسي بالسي. تمام، ده اما اخر حاجة اللي هي عندي دلتا دلتا كونكشن. تمام، دلتا دلتا كونكشن برضو بالشكل ده. طيب دلوقتي عندي الكتاب بيقول لك والله احسن حاجة، يعني او الناس اللي الناس بيستخدموه في الاندستري، ان يكون السورس، دي معلومة جانبية يعني ممكن تشوفها كبرة الكورس، يعني بيقول لك والله ان السورس، تمام، احسن حاجة فيه انه يكون واي كونكتد. تمام، واحسن حاجة في اللود انه يكون دلتا كونكتد. تمام، السورس ليه احسن حاجة انه يبقى واي كونكتد؟ عشان السورسز اما بتكون دلتا كونكتد، اما بيكون بالشكل ده، بيكون عندنا المش كرنتس والكلام ده كله. يعني ممكن تقرا عنه اكتر، بس المهم بتخلي السيستم ساعات ممكن يكون انستيبل. تمام، فعشان كده بناخد الواي. وكمان احسن حاجه اللي انا اقدر اشيل السورسز بسهوله والكلام ده كله. وبرضه بينطبق عن على الدلتا لود، اما اللود يكون بالشكل دلتا بيكون احسن اللي انا اعمل له ريبليسمنت وهكذا. تمام، طيب ناخد أسئلة بقى. ناخد أسئلة من الكتاب عن السيكونسز، اللي هقفل بالأسئلة دي اللي هو الانترودكشن ده. طيب نبدأ نشوف السؤال ده. بيقول لي determine the phase sequences. تمام، عايز يعرف الفيس سيكونس، مديني ال VAN وال VBN وال VCN. عايز يعرف الفيس سيكونس، يعني عايز يعرف هو ده positive sequence ولا negative positive sequence ولا negative sequence. تمام، يعني ABC ولا ACB. طيب مديني الفولتج، فانا اول حاجة اعملها بالشكل ده. تمام،
طيب هم مديني والله ال VAN هو عبارة عن 200 كوزين بلس 10، تمام؟ يعني هنا كده ده ال VAN، ده خط الزيرو، ده 120، ده ناقص 120. فبيقول لي ال VAN هو عبارة عن أوميجا تي بلس 10، يعني ال VAN هنا، تمام؟ طيب دلوقتي أنا اللي كل اللي عليا أعرفه أشوف مين اللي تحت ال VAN على طول. اللي تحته بالشكل ده يا لو هو بي يعني بوزيتيف سيكونس، لو هو سي يبقى هو نيجاتيف سيكونس. طيب بيقول لي الفي بي ان هي عبارة عن 200 كوزين اوميجا تي ناقص 230. ناقص 230 يعني ده خط الصفر بتاعي اهو. ناقص 230 يعني مثلا ممكن تعتبره كأنه هنا مثلا حاجة كده كده مثلا، يعني ممكن اعتبر ان ده يعني مثلا هنا 120 وهنا 120 كمان، يعني اعتبره حاجة زي كده، اللي هو كل زاوية دي ده عندي ال VBN، تمام؟ طيب هنا ال VCN هو عبارة عن 200 كوزاين ناقص 110. ناقص 110 يعني هنا حاجة هنا تقريبا، والزاوية دي كلها يعني ده ال VCN. فعندي اهو ال VAN تحته على طول ال VCN، تمام؟ يبقى ده على طول هو عبارة عن نيجاتيف سيكونس، نيجاتيف سيكونس، تمام؟ او اي سي بي سيكونس، تمام؟ خلاص يبقى نيجاتيف سيكونس او اي بي اي سي بي سيكونس. طيب نيجي هنا السؤال ده بيقول لي given في بي ان ايكوال 110 فيس 30، يعني نرسمه. تمام مثلا في بي ان هو عبارة عن 110 في 30، يعني حاجة زي كده، ده ال في بي ان، تمام؟ ده ال في بي ان بتاعي. بيقول لي find في ان في سي ان assuming a positive sequence، تمام؟ يعني ده عندي ال في بي ان الفيز بتاعته 30، وعايزني اعرف ال VAN وال VCN كام. طيب فانا كل اللي عليا هو قال لي positive sequence، يعني عندي ال VAN بعديها ال VBN بعديها ال VCN، تمام؟ يعني ال VAN هي بيكون المرجع بتاعي، ال VBN بيكون المرجع بتاعي ناقص 120، تمام؟ ناقص 120. طيب فعشان ارجع من هنا لهنا اعمل كام؟ ازود 120، صح؟ يعني هو مديني ال VBN تيتا ناقص 120 هي عبارة عن 30، يعني 30 دي هي عبارة عن ثيتا ناقص 120، تمام؟ طيب ارجع للثيتا ازاي؟ بس هودي الناحية التانية، هيكون الثيتا هي عبارة عن 150. يبقى دي الزاوية بتاعت ال VAN، دي الزاوية بتاعتها، يعني ال VAN هي عبارة عن 150، يعني عبارة عن حاجة زي كده، ده ال VAN، تمام؟ السهم ده كله والأنجل دي كلها. طيب تاني حاجة ال VCN، ال VCN وال VBN، تمام؟ فممكن تقول والله ان ال VBN اللي هي الثيتا ناقص 120 دي الأنجل بتاعت ال VBN، تمام؟ ال VCN هتكون عبارة عن ثيتا ناقص 120 ناقص 120 كمان، تمام؟ فأنا عندي 30 هي عبارة عن ثيتا ناقص 120، يعني 30 يعني، أو ممكن تقول على طول طالما أنا جبت الثيتا هي عبارة عن 150، فعلى طول ممكن تقول 150 ناقص 120 ناقص 120، يعني 150 ناقص 240 اللي هتطلع 150 ناقص 240 هتطلع ناقص 90، تمام؟ يعني ال VCN في الشكل ده بالظبط كده، ده ال VCN بتاعي. يبقى دلوقتي عندك اهو ABC positive sequence، تمام؟ وعرفت اطلع ال VAN وال VBN وال VCN، تمام؟ دي 90 درجة، تمام؟ يبقى ممكن تكتبها له هنا اهو، VAN هو عبارة عن 110 فيز
150، والفي بي ان زي ما هو كاتب 110 فيز 30، والفي سي ان هو عبارة عن 110 فيز ناقص 90. تمام، ليه ناقص 90؟ عشان انا نازل بالشكل ده كده. بس ده كده هيكون اخر حاجة في الانترودكشن، وان شاء الله هنبدأ دلوقتي الواي واي كونكشن، وبعد كده نشوف بقى واي دلتا، وبعد كده دلتا واي، وهكذا.